مسألة شقق الإسكان هي الطريقة بعيدا عن المسميات، في غرامات تأخير وفي بنك وفي تمويل، ولسه النهاردة مع الشيخ شعبان لا مجاوبين ده في السؤال ده. 15 شيء، في جهاله في البيع، نعم وجهاله في في في, في الوحده، وجهاله في الاجر، كلها جهالات. ناهيك على اللي فيها تعتبر منه هو قرض جر نفع، لانه بيدفع مقدمه اولا، يستفاد من هذه المقدمه مده معينه، ثم ياتي للقرعه، وبعدين ياتي للوحده، وبعدين يعرف الشقه هتكون، يعني فاهمني حضرتك؟ كل هذه عقود فيها الجهالات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ناهيك بقى على اللي حضرتك سميته من القروض ومن الغرامات ومن دخول البنك وسيط ممول، فكل ذلك ربا، المعاملة باطلة. جزاكم الله خير.